السلام عليكم، ازيكم؟ النهارده هاخدكم جولة في محل ديفاكتو. ديفاكتو ده هي براند تركي، بس من الحاجات اللي هي افوردبل، يعني سعرها كويس. عنده سكارفات حلوة قوي، لو عايز اجيب سكارف بسعر حلو. كان في ناس كتير قوي بتسألني اجيب كوفية او سكارف حلو في الشتاء منين، وشفت عنده حاجات حلوة قوي بأسعار حلوة، يعني تستحق ان انت ممكن تجيبها. جميلة، تشكيلة لذيذة، يعني مش محلات كتير حاطة السنة دي، مش عارف ليه. الجينز برضو عنده بأسعار حلوة قوي، أعتقد كانت ب 300 و200 و400 وحاجات كده، حسب يعني البنطلون والديسكاونت اللي عليه. السويت شيرت برضو عنده فيه حاجات حلوة قوي ونازل عليها ديسكاونت كويس. الخامات يعني تقدر تقول إنها فوق المتوسطة، مش بريميوم كواليتي طبعا. هو اوريدي بيعتمد على الموضوع ده عامة في شغله كله، اللي هي الحاجات المتوسطة اللي تقدر تجيبها لأن أنت تستهلكها كتير. لو أنت مش عايز تجيب حاجة إنها تقعد معاك فترة كبيرة تستهلكها سيزون وخلاص، أنت فاهمني، حاجات زي كده، هيبقى محل كويس قوي وأسعاره كويسة. أنت عايز تجيب حاجة معقولة هتلاقي عنده حاجات معقولة كتير، حاجات تقدر تستخدمها لفترة قصيرة وتغير فيها. منزل هو كوليكشن الحاجات اللي هي الترندي شوية وبأسعار كويسة زي ما انتم شايفين. لا يعني عنده اختيارات حلوة بأسعار حلوة للي عايز يجيب حاجة في اللذيذ، يعني في السريع. الهاي نيك عنده برضو حاجات حلوة مش وحشة بصراحة، يعني ده جميل قوي. الموضوع كله عايز ان انت تلف كويس لما تدخل مكان ستور كبير زي كده، خاصة فترة لو هو عامل ديسكاونت حلو قوي. فترة لو في مكان عامل ديسكاونت بتلاقي الدنيا مهربجة كده زي ما انتم شايفين، تلاقي الدنيا ملخبطه كده زي ما انت شايف، والستاف اللي شغال مش بيظبط الحاجه دايما، الناس عماله تاخد الحاجه وترميها، المنظر زي ما انت شايفين كده مش احسن حاجه. بيحتاج بقى الموضوع منك ان انت تلف كويس وتقلب كويس قوي لغايه لما تلاقي قطعه مميزه باسعار كويسه. اعملوا كده، انا لقيت حاجات في النص كده كانت مختفيه مش باينه، يعني لازم تقلب كويس عشان تلاقي الحاجه الكويسه. جاكيت عنده حلوة، الشوز طبعا مش هتكلم عنها، هي لذيذة شغالة بس طبعا يعني ايه الكواليتي بتاعتها، يعني ايه متوسطة او تحت المتوسطة، يعني مش حاجة، مش جلد طبيعي الحاجات دي عشان تبقوا عارفين. هي واضحة جدا باينة، حتى النعل بتاعها واضح ان هو ممكن ميبقاش مريح قوي، بس لو مقارنة بسعرها وعايز تجيب حاجة معقولة قلنا هيبقى هو اختيار كويس جدا للي بي بي ايه بي عايز حاجة affordable يعني سعرها كويس. برضو بصوا، وانا بقلب لقيت ده كويس جدا جدا وسعره كان تحفة وخامته كانت حلوة، يعني والستايل بتاعه حلو، بس هو تقريبا عشان اخر قطعة او مفيش منه كتير، لونه كمان جامد قوي. وبالسعر ده بعد الخصم 350 كويس معقول مش وحش. موجود زيه في براندات كتير غالي، يعني بصوا الخامة بتاعته كانت حلوة برضو من جوه، كان لذيذ. فدي كانت الجولة بتاعت ديفاكتو، واشوفكم في جولة تانية. السلام عليكم.